ملتقى الصلاة المحمدية والابتهالات والتضرع الرحمانية يؤقد كل شهر في رحاب معدن يؤد من أكبر التجمعات في الهند يجتمع فيه المدائح النبوية والابتهالات ينهال إليه أهل التقوى والمغفرة ويشتاق إليه عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. اللهم صل على محمد، اللهم بارك على محمد محمد، اللهم صل على محمد، اللهم بارك على محمد، اللهم صل على محمد، اللهم بارك على محمد، اللهم صل على محمد. في كل ليلة 27 من شهر رمضان يجتمع المؤمنون في رحاب معدن للاحتفال بليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر، وللاحتفال بالقرآن الكريم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ويقبلون عليه يأخذون منه ضياء لقلوبهم وشفاء لصدورهم وغذاء لعقولهم ورائدا لحياتهم. ولا آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد، اللهم بارك على محمد، اللهم صل على محمد، اللهم بارك على محمد محمد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. آمنا بالله ربنا بالإسلام دينا بمحمد النبي، فضلنا بالله ربنا بالإسلام دينا بمحمد النبي. هذا الجلال والإكرام مثلنا على دين الإسلام، يا ذا الجلال والإكرام مثلنا على دين الإسلام. يا علي يا كبير يا عليم يا قدير، يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير، يا فارج الهم ويا كاشف الغم، يا من ليبده يغفر ويرحم. لا إله إلا الله، 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 إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. سيد إبراهيم الخليل البخاري حامل لواء المدائح النبوية والصلوات المحمدية ينجذب إليها القلوب المرتجفة ويشتاق إليها الآلاف المؤمنة. السيد إبراهيم الخليل البخاري رجل المنبر والمحراب، رجل المصحف، رجل العشق المحمدي صلى الله عليه وسلم، وكان له أعمق التأثير في القلوب والعقول، ينجذب إليه آلاف القلوب المؤمنة تأثيرا في ابتهالاته
واستغاثته أمام الله سبحانه وتعالى. والقلوب المؤمنة يرجعون من هذا التجمع الكبير هادين مطمئنين راضين. توسلنا ببسم الله وبالهادي رسول الله وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله. صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله. هذا هو معدن راحة الأمان والطمأنينة والسلام. يا أيها القلوب المؤمنة ويا أصحاب الدعوات الإنسانية، ساندوا دعموا كاتفوا مع هذا المجمع الكبير. For further details, contact Public Relations Division, Mahadina Sakafatil Islamia, Swalat Nagar, Melmuri Post, Malappuram District, Kerala, India. Phone 0091-483-273-8343-273-7076. Fax 0091-483-273-1145. Email mahadin@rediffmail.com. Website www.mahadinonline.org. Checks and TDs Mahadina Sakafatil Islamia, number 01000600003, SBI Malappuram, Canara Bank number 80688. To reach Mahadin campus by air, 22 kilometers from Calicut International Airport, by rail 28 kilometers from Tirur Railway Station, 46 kilometers from Calicut Railway Station, by road 3 kilometers from